أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وآية لهم الليل نسلخ منه والشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار لا
للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه
أنطعم من لو يشاء فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور تأخذهم و
وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ونفخ في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال، أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صدق الله.